السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في قناة كوكب الأرض وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول ظهور ليكي في مسلسل جبل الحلال. الله يرحمه. ولا والله الراجل اول ما شافني قال لي بطلي تمثيل. اه والله قال لي يعني انت بتعملي ايه هنا؟ والله هو كان ضد اساسا ان انا امثل. مش ان هو شخص من عيلتي. هو لما شافني قال لي انت اللي جابك هنا، انت من المكان الغلط. فعلا استاذ محمود وجه المخرج مجدي الهواري نصيحه صادمه للفنانه ياسمين صبري مطالبا اياها بالاستماع لنصيحه الفنان الراحل محمود عبد العزيز اول ما اكتشفها وقدمها في مسلسل جبل الحلال، وطلب منها وقتها التوقف عن ممارسه مهنه التمثيل فورا والعوده لحياتها العائليه. الهواري الزوج السابق للفنانة غادة عادل استعان بمقطع فيديو لياسمين صبري مع الإعلامية شيرين حمدي، والتي صرحت فيه أن النجم الراحل محمود عبد العزيز طلب منها عندما شاهدها لأول مرة أن تعتزل التمثيل. وعلق الهواري على هذا التصريح ساخرا فقال: وإحنا بنضم صوتنا لصوت الراحل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وتضامن معه الفنان عمرو عبد العزيز قائلا: وأنا أضم صوتي لصوت الساحر، ألف رحمة ونور عليه. ياسمين صبري تنفع لأي حاجة، ممكن موديل، ممكن عارضة أزياء، لكن والله 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 التمثيل ده موهبة، اسمه موهبة، يعني إن الله سبحانه وتعالى يهب هذه الموهبة من عنده، يعني هي موهوبة بس مش في التمثيل.